السلام عليكم، أهلا وسهلا متابعينا الأعزاء. هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم. استهدف تفجير اليوم الجمعة مسجدا للطائفة الشيعية في مدينة قندهار الأفغانية، وأدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، كما أدى إلى خلق حالة من الاستنفار الأمني. وفي التفاصيل، أفاد مصدر أمني أفغاني ولوسائل إعلامية بسقوط 7 قتلى و13 جريح في التفجير الذي وقع داخل مسجد للشيعة في مدينة قندهار جنوب البلاد. وعقب التفجير الذي طال مسجد الفاطمة للشيعة، استنفرت القوات الأمنية في ولاية قندهار جنوب أفغانستان للوقوف على أسبابه وتحسبا لأي إطار جديد. وإلى ذلك، أعلن مسؤول في حركة طالبان الأفغانية تدمير مخبأ لمسلحي تنظيم داعش في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان. خبرنا اليوم، تفجير يستهدف مسجد للطائفة الشيعية في مدينة قندهار الأفغانية ويحدث قتلى وجرحى.